مشاهدينا الكرام، مباشرة من مدينة الجديدة، قضية شخص له مشاكل مع الزوجة اللي هي حاليا في المحاكم مع بالنسبة للطلاق. غادي يروي لنا الحكاية ديالو وغادي يحكي لنا اشنو وقع ليه مع الزوجة ومع الاب ديالها او المسؤول عليها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. خويا انت عندك شي مشكل هنا مع الزوجة ديالك اللي انت وياها دابا داخلين في المشكل ديال الطلاق في المحاكم، وعندك معها مشكل اخر اللي هو مشكل ديال الاغتصاب وما شابه ذلك. تفضل اخي. قبل ما نبدا كلامي، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين. المشكل ديالي غير تجدد، ماشي مشكل جديد، مشكل قديم وعاود تجدد. كان هناك هاتك عاود الزوجة ديالي قبل ما نتزوج بها من طرف الأب ديالها، فاش كان السن ديالها ما بين 13 سنة و 14 سنة، عبر هذا الفعل اللي دارو الأب هي باش تعرفت على هذه السيدة، تعرفت عليها في واحد الحالة معنوية جد صعبة، كانت خارجة الزنقة، كانوا بزاف الحوايج. ما علينا الأخ، من بعد تعرفت عليها درت أنا وياها علاقة غير شرعية، تكون عليها جنين، درت شبهة الزوجية، تزوجت بالسيدة. الأب ديالها والأم ديالها ما اعترفوش بيا لمدة 7 سنين، الزوجة 4 سنين وهي معايا. من بعد طلبناتنا خصام عائلي كأي عائلة. من بعد مشات عند دار باع تقريبا شهر 7 شهر 8، تنتفاجئ بأن الفعل تكرر، ما بقاش هاتك عاود ولا اغتصاب في 28 شهر 10، وعاود تكرر في 10 في شهر 11. من بعد الفعل الثاني ديال الاغتصاب 10 شهر 11، مشيت دليت بشكاية عند الجهة الأمنية بأن واحد يصطاد بحضورها هي وبحضور الأب ديالها، ولكن الحاجب في الامر هو بان تم الانكار ديالها هي بان هي باها ما داروا لها والو، والاب حتى هو تينكر بانني ما درت البنت والو. ورغم ذلك اكدت باش يكون محضر قانوني فيه اقوال ديالي، دليت هناك احتجاز اغتصاب هاتك عاود وتخدير. تنتفاجئ عاوتاني من السلطات ديال الامن اللي فسطات، تتخرجنا كاملين تتقول لنا غندوزوا الملف ديالكم عند السيد وكيل جلاله الملك، ومن بعد غندوزوا للقاضي التحقيق. المهم تبعت المسطره القانونيه، رجعت في حالاتي، طلقوا السيده مشات مع باها، وبقى بيني وبين الاتصال ديال السيده انا بادر داكشي اللي هربت منه راني رجعت ليه. تتلمح لك بان هناك فعل غير لائق بصفتنا كمسلمين. من بعد سيدي درت فيديوهات ما بعد القنوات ديال الالكترونيه، دليت بالتصريح بان هناك اغتصاب هاتك عاود، ما عنديش دليل، انا تنعاود ناكد لكم حتى دابا ما عنديش دليل، والامور تطورات. العلاقة ديال 10 شهر 11 تم هناك حمل الابنة من الاب ديالها، انا ما تنقولش ان الابنة هي الضحية ولا هي المجرمة، ما تنقولش بان هي ديالها ولا هو ديال، انا تنقول باغي خبرة طبية، الدليل ديالي هو خبرة طبية. التجأت للرأي العام وعبر الناس اللي جايين معايا من مدينة المحمدية متنقلين معايا المدينة الجديدة لإظهار الحق. من قلت لهم انتم ما غد ما تنصرونيش انا وغتنصروا الحق، قالوا لي انت هو صاحب الحق. ما علينا الاخوة. من بعد التجأت لواحد الناس ذو صله قريبه مع الله وتيخافوا الله، قالوا لي بان الزوجه ديالك راه حامله من الاب ديالها، هادشي جاني في شهر 11. تبعت ديك الزوجه والاب وتنسقسي وخليت الخدمه وطلع وهبط، تعرفت بان الزوجه بصح كانت حامله وطيحت الجنين في هذا الاسبوع الماضي من الاب ديالها. اذا وصلنا اجهاض؟ نعم، عمليه اجهاض داخل البيت، واللي دار الاجهاض رجل، راجل ماشي امراه، ودارت تقريبا في 7 في هذا الشهر اللي عطوني الناس وتيقولوا الله اعلم. المهم هاد السيمانه داو الاجهاض، والغالب في الامر ما عنديش انايا دليل، وجميع الناس والاخوه نصحوني بهذا ما عندكش دليل، ما يمكنش تزيد خطوه لقدام، القانون راه حازم بحال هاد الامور، دلي تاخذ حقك. انا ما عنديش هاد القضيه، انا عندي الحق شي تخاد، انا ما باغيش تعطوني حقي، انا باغي ناخذه. باش غناخذه؟ غناخذه بهاد الناس اللي غينشروا هاد الصوت ويسمعوه جميع المغاربه، باش يتضامنوا معايا. انا ما باغيش واحد يتضامن معايا لا مسكين لا هادي لا ما هادي، انا باغي الناس يديو بشهاده حق. شنو هي الشهاده ديال الحق؟ حنا في بلاد القانون، في بلاد الشفافيه والديمقراطيه، باغي خبره طبيه، وباغي خبره علميه للهاتف ديال الاب ديالها. انا ما باغي والو، كان هناك خطا، كان هناك كذب، كان هناك تشهير، انا مستعد للعقوبه. شكون كيمارس عليها هذه المسائل الجنسيه؟ الاب ديالها من الصغر ديالها، انا خديتها هي هاتك عاود. واش هي من خديتها قالت لك بان الاب ديالها كان مارسها؟ كاين شهود، كاين جداها داو واحد الجمعيه ديال حقوق الاطفال، قالوا خفنا من الشهاره، العائله غتشتات، عنده واحد الاولاد. والغريب عاوتاني في الامر، من بعد ما غنستفسروا الضحيه ديال الزوجه، هناك ابنه صغرى وهناك اولاد.
انا باش ما نكونش متحيز نكون محايد من الاحسن نخيبها لجميع الاولاد ماشي الزوجه ديالي. يا مزيان هادي ما باش ما يكونش حق الله ماتو غيدير الطلاق غيدير باغي يرجع باغي يدير انا ما باغيش هاد الشيء. نكونوا محايدين ونكونوا رجال مسلمين ونوقفوا على هذه القضيه بان هناك خبيط بجميع الابناء جميع الابناء. متى السيده مطلقها ولا باقي؟ لا 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 اخي السؤال هذا في المحل ديالو في القيشه ديالو طبعا. سيدي انا ملي مشيت عرفت بان الاب ديال الزوجه ديالي اغتصبها مشيت درت ديكلاراسيون من بعد مني عرفوا القضيه غتكبر مشات دفعت الدعوه ديال الطلاق باش تنهي هاد العلاقه الزوجيه باش ما تكونش هناك متابعه قانونيه من اجل الاب ديالها اللي تهددها بان لو قمت بالشهاده مع بدر الدين هو الزوج ديالها ضد الاب ديالها غنشتي هاد الشمل انا غندخل الحبس اولادك خوتك غيخرجوا للزنقه امك راهي مريضه. اذا الاب تهدد الابناء على اساس غيفوتك الشمل مشيت درت ديكلاراسيون عند البوليس من 9 الصباح حتى 10 ونص ديال الليل مع تنسيق مع النيابه العامه في مدينه سطات تلقونا بجوج. من بعد سيمانه او جوج سيمانات او شهر او شهر تنتفاجئ بان دفعت الدعوه ديال الطلاق. والغريب في الامر هو الدعوه ديال الطلاق دفعت في شهر 12 تقريبا في الاوائل ديالو والزوجه جات عندي في 23 في شهر 25 في شهر 12 جات عندي المحمديه حيت توفى لي الخال ديالي. صرحت لي بهذا الكلام كامل وجها في وجه وقالت لي ما نقدرش نشهد امام البوليس وما نقدرش نشهد امام الوكيل وما نقدرش نشهد امام قاضي الاسره او قاضي التحقيق. دابا شنو الطلبات ديالو؟ الطلب ديالي هو باغي بان هناك خبره طبيه وهذه الخبره الطبيه هو الدليل القاطع عليا وعليهم بصفه عامه ومستنتج قصير. الخبره الطبيه علاش؟ على الاجهاض وعلى ممارسه الجنس كما دافع الدعوه الاولى. الدعوه الاولى تكون كانت حامله منك؟ لا ماشي مشكل حامله مني انا 25 في شهر 12 وهي حامله في 10 شهر 11. 10 شهر 11 ما كانتش معايا الاخ واصلا انا هذا الحمل هذا الاجهاض اللي كان غنحسبوا المده. انا يمكن درت اول فيديو درته تقريبا نصف ديال شهر 11 ياك تما فين كان الحمل. اذا كلامي رجعنا للخبره الطبيه وقلبنا واستنتجنا بان الحمل كان في شهر 11 غنقارنوه بهذوك المعطيات اللي عطيت لرجال الامن في مدينه سطات. انا سيدي درت واحد الشكايه على اساس هاتك عرض اغتصاب كذا كذا. العجيب في الامر هو ما بقاش هناك تهديد الان ما بقاش هناك صحه او ابتزاز هناك ممارسه جنسيه باراده الطرفين لان الامر اصبح واضح بان تشوف الزوج تقول رجعي في حالاتك حيدي من داك الشيء هربي جديدي تقول لك لا باقا جالسه معاه. اذا هنا اصبح الامر مودات عليه ومغطاش عليه. من بعد درت الشكايه ودرت واحد المحامي باش نمشي سطات باش نتابع داك الزوج الاب ديال الزوجه والزوجه في حاله تما طلعت هي مستغله او مكروه عليها انا ما مسامح هذا الدنيا ودين. كانت مغامره غير مغامره انا ما غنسامحهاش. هذا من طبيعي كراجل ما كاينش لا كره في الدين. عندك مع شي وليدات؟ عندي مع جوج الاولاد. عندي مع بنت عندها عامين وثمان شهور وعندي مع وليد داتو ما عنده ثلاث شهور. الابنه ديالي انا سيدي من داتها جيت تنقلب في سطات زنقه بزنقه باش نشوفها ونطلبها ونقول لها رجعي في حالاتك باقي ما عنديش فكره على بان راه كاين هناك اغتصاب او لا. تنجي تلقى السيده خارجه ما كايناش تلقى بنتي في الزنقه عندها عامين ونص تلقى في الزنقه تدور انا ما عرفتش الدار ما عرفتش العنوان. تنجاوب بنتي ما تلقى لا ام لا اب لا اخ لا هزيت بنتي جبتها معايا مدينه سطات جبتها معايا المحمديه في حاله يوتا لا. وهادو عندي عليهم شهود شافوا البنيه وجدت واللي غنقدر ننهي باش نخليكم انتم تعاودوا تسالوني هو بان الوضع اصبح كارثي. الحرقه اللي فيا انا ماشي كزوج باش غنرجعوا للومه حقه هادشي تيبغي المساطير القانونيه والاشهار وكذا. اما كاين شي راجل تيبغي يبين وجهه ل 40 مليون خلق ديال الله في هذه البلاد السعيده وحنا الحمد لله معروفين اننا الكريتيك. اما كاين شي واحد تنزقلوه ولكن واش يرضيكم انتم ماسكوش على الحق؟ واش يرضي اي راجل مسلم كافر مسيحي واش حنا مسيحيين تنعرفوهم اليهود تنعرفوهم واش عمركم سمعتوا شي زينه المحارم عند اليهود عند المسيح عند الديوتين؟ شفنا زواج راجل براجل امراه اما اللي ما شفت انا ابن بابنه ديالو ممارسه طوعيه ومتزوجه وعندها جنين. هنا وصلت لواحد المرحله ديال لا حول ولا قوه الا بالله وبسم الله الرحمن الرحيم واحد السوره قرانيه قال لكم اذا تولوا قل حسبي الله ولا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. كما سمعتوا الاخوان السيد بدر اللي كيتشكى من المشكل ديالو مع الزوجه ديالته اللي باقي لحد الساعه ما تفكاتش القضيه ديال 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 الطلاق وباقي ما يعني ما وصلش شي حل معاها وكيشهد على نفسه على انه عنده شهود وعنده عده امور كتدل على انها كتمارس زنا المحارم مع الاب ديالها.
الغريب في الامر، الغريب في الامر هو ان يعني هو المشكل عنده ما بين المحمدية والسطات، وحنا حاليا كنتواجدوا في الجديدة. هذا السؤال هذا غنعاودوا نطرحوا عليه بشكل اخر باش يقول لنا الحيثيات ديالو. سي بدر الدين، انت قلت لنا المشكل عندك في المحمدية، زائد ان القضية ديال سميتو في الاول كانت في السطات، كيفاش تمت دابا التحويل ديالها الى مدينة الجديدة؟ سؤال اخي تتعجبني بهذه الاسئلة، ثاني سؤال تيكون في المحل ديالو. من حملات الزوجة لا دبر فيها، لانني عارفني غندير خبره طبيه في مدينه سطات، وعارفني كنت غنمشي عند وكيل جلاله الملك وغندخل عند النيابه العامه وندخل عند قضيه التحقيق، نطيح وننزل ولو يطيح لي نص في صحتي، ولو يطيح لي نص في صحتي. هربها على اساس بانها حملات، هربها من سطات، هربها الجديده باش يديرها الاجهاد. من بعد مني هربات جات سكنات هنايا، دار الاجهاد وتبعت الخيط ديال الحق، توصلت لهذا المكان هذه مشينا معكم مدينه جديده، وباش نزيد واحد التدخل. كتقول هربها شكون؟ الاب ديالها، الاب ديالها، الاب ديالها هربها تقريبا في الاوائل ديال شهر واحد، ملي بدات تبان الكوش، صافي بدات تبان الكوش، مع ان درت فيديوهات واتشها في ستات، ولا معروف بان واحد تيتهموا بزنا المحارم، حيده من تما جبل جديده. اخي اللي غنبغي ندخل في هذا الموضوع، خليك انت مأكد على ان هذاك الحمل من الاب ديالها، علاش ما تقولش مثلا ربما انها كتخرج، الله اعلم، ربما كتخرج من المنزل او وقع لها بحال ما هكا، يعني علاش بالضبط انت مبازي على المساله ديال انها حامله من الاب ديالها؟ اخي فاش تكون هناك ممارسه جنسيه فيها زين المحارم والدويه كانت باقا قاصيه، وكان هناك هشك عبد، وكان هناك جميع مجموعه من الاشخاص الشاهدين والدواء الجمعيات، كي غندير انا ما غنخممش وما غنتيف سبعي لهذاك الشخص بانه هو الاب. اللي غنقدر نقول لك هو بان 10 شهر 11 كان اغتصاب من الاب للزوجه، غنعرفوا الحمل، حكينا حساب، كاين علم، هادشي علاش طالب خبره طبيه، غنعرفوا الحساب. انا درت شي كيف 10 شهر 11 غنحسبوا الجنين شحال عنده، كانت من بعد 10 شهر 11 ربما من شخص اخر، ولكن انا تنطالب بخبره طبيه لجميع الاولاد باش ما نكونش متحيز، نكون متحايد مع نفسي اولا لجميع الاولاد، لان هناك شكوك بان حتى الاخت الصغرى ديالها حتى هي تتمارس عليها نفس الممارسه الجنسيه من طرف الاب ديالها. شكرا الاخ بدر، وكنشكرك بزاف على سعه الصدر ديالك وعلى انك قدرتي تخرج بهذه التصريحات. الى هنا اقول لكم مغرب نيوز معكم اينما كنتم وحيثما شئتم، الى اللقاء، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.